فاجأت مجلة نيويوركر الأمريكية هذا الأسبوع متابعيها على إنستغرام بصور لفلسطينيات في حياتهن اليومية للمصورة الأردنية الأمريكية تانيا حبجوقة. الصور تحت وسم صبايا بالعربية والإنجليزية، هي مجموعة من اللقطات احتفظت بها حبجوقة على مدى الأعوام السابقة ونشرتها في أماكن مختلفة، لتفاجأ بطلب من المجلة الأمريكية لاستلام حساب المجلة على إنستغرام لمدة أسبوع لتنشر فيه أعمالها، لتعيد طبعا تانيا حبجوقة أحياء السلسلة وتظهر فيها أوجها حياة نادرا ما نراها لفتيات فلسطينيات في فترة المراهقة وما بعد. نتحدث عن نحو 20 صورة أوصلتها حبجوقة للجمهور الأمريكي عبر حساب المجلة الأمريكية على إنستغرام، وسنتعرف أكثر منها على الدافع وراء إطلاق هذه السلسلة. إذن سأرحب من رام الله بالمصورة الأمريكية من أصل أردني تانيا حبجوقة، أهلا بك مرة ثانية في تغريدة الصباح. لو تخبرينا أولا، كيف حظت مجلة نيويوركر على هذه الصور لكي تطلب منك استلام حسابها على إنستغرام؟ It was actually a great honor because كان ذلك شرفا بالنسبة إلي، لأن نيويوركر هي من بين المجلات الأكثر أهمية وإثارة للاهتمام في مجال الشعر والخيال وقضايا عدة، ولديهم حساب على إنستغرام حيوي وأنا أتابعهم منذ فترة. شكل ذلك فرصة بالنسبة إلي ومفاجأة، وقد رأيتها في حسابي الإلكتروني واخترت أن أتشارك الصور. تمام، ونحن نتابع ربما نبذة عن هذه الصور، هي صور فريدة. أخبرينا من هن صبايا تانيا حبجوقة في هذه الصور؟ هناك صبايا مختلفات في أماكن مختلفة، ولا سيما في غزة، الصبايا في غزة وفي الضفة الغربية. ممكن تعطينا يعني كل صورة نلاحظ أن لديها نوع من قصة ربما صغيرة؟ ما أذكره أنا، هناك صورة جميلة لفتاة تدرس على شرفة منزلها وحتى لا تعلم بأنك تلتقطين صورها، أعطينا بعض من الأمثلة. أمثلة عن الصور من السلسلة، أم تريدينني أن أصف كواليس هذه الصور؟ نعم، ما قصدته بأن هناك صور يبدو بأن الفتيات حتى يعني صور عفوية لا يعلمن بأنه يتم التقاط الصور، فأخبرينا هذه الأمور التي تدور وراء الكواليس في المصور، يعني ذهن المصور. في بعض الحالات تعرف الصبايا أنه يتم التقاط صور لهن، الفتاة التي التقطت صورة لها كانت تجلس على الشرفة في الضفة الغربية المحتلة، وكان فصل الربيع وكان الجميع خارج منازلهم خلال هذه الفترة خلال الربيع، ولكنها كانت جدية وكانت تدرس فيما كان الآخرون يستمتعون بوقتهم. في صور أخرى كانت الفتيات يعرفن بأن صورا تلتقط لهن، في كثير من الحالات لم تقبل الفتيات بالتقاط صورة لهن قبل أن يتعرفن علي وعلى حسابي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأردنا أن يتأكدن من نواياي الطيبة. تمام، تانيا، ما الذي حاولت إيصاله ربما من خلال هذه الصور على إنستغرام للجمهور الأمريكي الذي ربما لا يرى هذا النوع من الصور من منطقتنا؟ being half
بما أنني أمريكية من أصل أردني ودرست علم الآثار وركزت على القصص في الشرق الأوسط، لا أعتقد أنه يجب أن نقوم بعمل ما من أجل التأثير على الرأي العام وتغيير الرأي العام، ولكن كراوية أحاول أن أنقل صور الناس، وبالتالي أتحمل مسؤولية أن أنقل قصصهم بدقة وحذر. وفي كثير من الأحيان أفكر كيف يتم تلقي هذه الصور. صور الصبايا هي صور عالمية. ساليمان لديها كتاب اسمه 12، وهو يتضمن سلسلة من الصور لفتيات كانت تعرفهن، وبالتالي خلال فترة محدودة، ولكنني أعتقد أن هذه اللحظات كانت ثمينة وقيمة ويمكن أن تكون ذات أهمية بالنسبة إلى البلدان الأخرى، وتنقل صور الشرق الأوسط الذي غالبا ما تغلب عليه صور الأحداث العنيفة التي شهدتها السنوات الأخيرة. بالنسبة إلي لقد كنت سعيدة جدا بمشاركة هذه الصور، وكانت التعليقات إيجابية بشكل عام، وهي فرصة كي أتمكن من أن ألقي الضوء على الجوانب الشرعية الشاعرية للشرق الأوسط الذي نعرفه ونحبه، من دون أن نركز على الحالات السلبية في غزة. حتى في غزة كان هناك لحظات جميلة تم التقاطها. طبعا تانيا، وربما هذا التحدي في صورك نقل هذه اللحظات بمعزل عن تعقيدات الوضع الأمني وحتى السياسي في هذه المنطقة. سأشكرك تانيا حبجوقة، كنت معنا مباشرة من رام الله، شكرا جزيلا لك.